قبل الاحتراف جالك عروض من الاهلي والزمالك زي اي اسم بيلمع في مصر عندنا ولا ما جاتش؟ لا مصر؟ انا ما لحقتش اقعد في مصر كتير، قعدت سنه تقريبا. في الناشئين كان جالي عروض من النوادي الثانيه، بالذات ان انا كنت من ابرز اللعيبه في فرقتي في وقتها في 99، بس ما لحقتش اقعد. انا اكمل ما كملتش غير سنه او سنه وربع، سنه ونص حاجه كده يعني، مع كارتيرون وميدو. واول لما جالي فرصه ان انا اسافر سافرت على طول، فما لحقتش ابص ان انا عايز اقعد في مصر او حاجه. انا كان هدفي ان انا اسافر اوروبا، فاول لما جالي عرض من اوروبا قمت واخده على طول. انت بتشوف بقى عدم لعبك للاهلي والزمالك ده ميزه ولا عيب؟ وهفهمك سؤالي، يعني في منتخب مصر بيبقى اللاعب اللي بيلعب في الاهلي او الزمالك او سبق ليه قبل الاحتراف اللاعب الاهلي والزمالك بيبقى محمي، لو عمل حاجه الجمهور بتاع فريقه بيحميه، بس في المقابل الجمهور الخصم بيتلكك له. أيوة عشان يلاقي له غلطه يعني. فهل انت بتشوف ده ميزه ولا عيب ان انت طالع مش محسوب على حد؟ على حسب يعني. طبعا لما تلعب في الاهلي والزمالك بتبقى الناس مركزه معاك جامد جدا، بيبقى الضغط عليك عالي قوي. انا لما سافرت ما كانش حد يعرفني وما كنتش طالع من الاهلي والزمالك، فتقريبا كانت حاجه احسن بالنسبه لي ان انا كنت محتاج اشتغل على نفسي كتير، وان انا اكون رايح وما بلعبش في الاول، فالضغط هيبقى عليا كبير قوي. لو انا كنت لعيب من الاهلي والزمالك ما اعرفش لو كنت قعدت كملت هناك، ان انا دايما بشوف وبسمع ازاي يسافر وما بيلعبش لازم يرجع. بس طبعا حاجه كبيره جدا انك تلعب في نادي من الانديه دي، بالذات في مصر، انك بيكون النادي دايما في ظهرك وبيسندك، والجمهور زي ده بيديك برضو قيمه مختلفه.